وشاركتي في مجموعه من الاحداث. انا كنت حاضره الاي اوورد وشفتك. صح كنت شاركتي مع مجموعه يعني ابتديتي تبقى حياتك احترافيه بشكل كبير. دي حقيقه الحمد لله. يعني انا جيف ثانكس الصراحه لفكره السوشيال ميديا عامه عشان ده ساعدت جامد قوي 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 قوي. يعني دلوقتي ناس كتير قوي بتبقى فاكره مثلا ان انا محتاجه لسه حد يكتشفها او حد يشوفها عشان يبوت ذم اوت ذير. السوشيال ميديا موجوده يعني مفيش حاجه بحس انها بتساعد. يعني طبعا الحاجات فاكتورز الثانيه بتساعد جامد قوي بس فكره السوشيال ميديا انها موجوده this is where I started والحمد لله على ما حضرتك النهارده. فيعني الموضوع اتذهل. طيب هو في ناس ممكن تفتكر الترتيب مختلف. الحقيقه ان انا بشكل شخصي شفت الفيديوز بتاعتك عجبتني جدا والتيم عندنا في البرنامج كنا يعني قلنا دي تالنت دي موهبه. وبعد كده لقينا فيديو كوميدي عملته تسليم والله مش يعني الناس بتفكر العكس. ايوه انما احنا بعد احنا انت مش فاهمه لما شفنا الفيديو ده احنا ضحكنا ده اللي هو مش عارفين مين اللي قرى خواطر مين. خلينا نشوف الفيديو ده اللي اتعمل من سنه ونص. سنه ونص كان بتعمل بروفا على حاجه تسليم. يا جماعه اسمعوني ده الاوديشن بتاعتي للي انا محتاجه اطلع على منى الشاذلي. Listen up. انا كتسنيم بكره السايد بروفايل بتاعي ده. بصوا هاي ازاي حضرتك بشع ترجيع. بصوا هاي ازاي حضرتك عامله. انا كويس تحفه I look so pretty. اوكي اما منى الشاذلي بتستضيف ناس عندها في البرنامج بتاعها بتقعدهم كده يعني انا بقعد كده هي بتبقى قاعده كده فانا السايد بروفايل كويس بتاعي هيبقى هو الكاميرا وهو للجمهور it's meant to be. فمنى الشاذلي بليز استضيفيني عندك في البرنامج بتاعك. شكرا. You want to get الجموع لانه طبعا الناس هتفتكر العكس. لا احنا استضفنا تسنيم عشان هي حقيقي فيديوهاتها كانت حلوه وصوتها وروحها حلوه جدا. لما لقينا ده قلنا لازم نجرب معاكي بقى البروفيل مظبوط كده ولا كده. انا تمام كده انا خلاص كده مظبوط. طب تحبي نسلم بالطريقه لا اقول لك على حاجه قوليلي. احنا هنتسلم ونتصور فوتوغرافي بالبروفايل اللي انت عايزاه بس كده خلاص. صح كده انا كده خلاص. فين مصور الفوتوغرافي معانا الفوتوغرافيا اقفي انت بقى عايز تقفي يمين عايز تقفي شمال. ايوه بصي انا تحت امرك يعني اضبطي نفسك. انا كده تمام اضبطي نفسك. ماشي كده كده بس بصي للكاميرا.